بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. أحمد مصطفى أحمد، عضو مجلس بلدي بلدية قدام. أود أن أتحدث عن أهم مشكلة تعاني منها مدينة قدام في هذه الآونة، وهي مشكلة النقص الشديد في توفر المياه صالحة للشرب للمواطن. المعروف لدى الجميع أن مدينة قدامس تقع على حوض مائي كبير جدا يسمى حوض قدامس، وعلى هذا الحوض أقيمت المرحلة الثالثة لمنظومة النهر الصناعي بليبيا. مدينة قدامس كانت تتغذى من 4 آبار ارتوازية. هذه الآبار مع مرور الأيام نتيجة لقدمها وكذلك نتيجة للمواصفات التي استخدمت آنذاك فتهالكت، وأصبحت المدينة حاليا لا يوجد بها أي مصدر ماء صالح للشرب. كل الآبار تهالكت، المواطن يعاني معاناة شديدة جدا. وصلت صهاريج المياه إلى أكثر من 100 دينار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وهذا يعيق المواطن ولا يستطيع أن يتحمل المواطن هذه التكلفة. البلدية قامت بجهود مدنية لحلحلة هذه المشاكل، لكن للأسف عدم تجاوب الإدارات المسؤولة في حلحلة هذه المواضيع أدت إلى القصور اللي نعاني منها الآن. إحدى الحلول تمكنا من التوصل إلى حفر بير جديد. هذا البير نتيجة لسوء التنفيذ أو للعوامل الأخرى، فإن المياه كانت شديدة الملوحة، والسبب في ذلك عدم طمر الآبار المجاورة أو الآبار المتهالكة سابقا. بعد جهد كبير تمكنا من توفير مبلغ عن طريق هيئة الموارد المائية لطمر بيرين، لكن حتى هذه الساعة لم يتم تفعيل العقود ولم يشرع المقاول في البلد. فنتيجة لهذه الظروف الشديدة ولاحتياج المواطن للمياه، الماء مسألة حياة وموت، ومهم جدا توفير المياه للمواطن، وهذا أبسط حق من حقوقه. فنناشد في هذه الكلمة سيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية مباشرة بالتدخل السريع لحل مشكلة المواطن في مدينة قدامس. في النهاية نتمنى لسيادة الحكومة التدخل السريع والتوفيق في حل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطن في مدينة قدامس. والسلام عليكم ورحمة الله.